حديث كثير يدور حول ترقية الصادرات خارج المحروقات، لكن في الواقع خطوات بطيئة نتيجة الإجراءات المعقدة والنقائص الكثيرة. لكن يبدو أن الرؤية بدأت تتضح بعد قرار فتح فروع لبنوك عمومية في البلدان الإفريقية. فتح فروع للبنوك الوطنية العمومية في بعض الدول الإفريقية هو شيء إيجابي وشيء كان ينتظره العديد من المستثمرين والعديد من المصدرين لولوج السلع بأمان ومرافقة البنوك ووزارة المالية وبنك الجزائر في إفريقيا للمنتوج الجزائري، لأنه دائما كنا نعرف على بنك ترانسفير، يعني دائما يكون هناك بنك وسيط للتعاملات الاقتصادية إما عن طريق سويسرا وإما عن طريق فرنسا، فهذا كان يؤثر على الاقتصاد المحلي. لكن اليوم نلاحظ أنه فيه عزيمة تبسيط حركة الأموال من وإلى الجزائر عن طريق هذه الفروع البنكية، إجراء سيدفع بالمتعاملين الاقتصاديين من أجل تكثيف نشاطهم ودخول السوق الإفريقية بأريحية، على أمل أن يتم النظر في جوانب تنظيمية أخرى. ليس من الشيء السهل أن تجسد مشروع كهذا خلال أسابيع، لكن نتمنى أن تكون دراسة وفق المنتوج وسيران المنتوج المحلي في دول إفريقية مهمة بالنسبة للجزائر، مثل السنغال أو كوت ديفوار أو الكاميرون أو نيجيريا أو إثيوبيا وربما العديد من الدول الأخرى التي تهتم بالمنتوج الجزائري، ويمكن أن نرقي الصناعة الجزائرية والصناعة المحلية إلى مصاف الدول التي تكون قوية. وبطبيعة الحال نحن نعمل على أن تكون الجزائر بوابة لإفريقيا. فتح فروع للبنوك العمومية في إفريقيا خطوة هامة نحو إزاحة جملة الصعوبات والعراقيل التي لطالما واجهت المصدرين وحتى المستثمرين الراغبين في دخول السوق الجزائرية.